هنشوف شوربة. هاي صحن الشوربة كمان راح أخليها تسكن بقلبك قد ما هي زاكية وجبة. إذا حدا بجوع بالليل بس اسكبي له صحن وعلي إيده، ما قلك خلص أنا شبعان ما بدي لا رز ولا خبز. المقادير على الشاشة. يلا بسم الله. لتحضير شوربة لحمة مفرومة مع خضار ومعكرونة، وأي لحمة مفرومة خشنة جبناها من المؤسسة العسكرية، كوب معكرونة مسلوقة، كوب من الجزر المقطع مكعبات، فلفل رومي أحمر وأصفر مقطع كيوبس مكعبات، حبتين بطاطا مقطعة مكعبات، شوية مي مغلية، معلقتين كبار رب بندورة، بقدونس مفروم أو كزبرة براحتك أو شبت مثلا، ملح وفلفل من الكسيح، بهار مشكل لأنه عندي لحمة، إذا بهار جاج بتحطي جاج، ثوم مهروس، بصل مفروم ناعم، زنجبيل مبروش. لكل الشوربات كتير زاكي، زيت نباتي من زيتي أو زيت زيتون، بس لأنه لحمة رح أحط زيت نباتي. تمام الكلام؟ يلا أول إشي من زيت زيتي رح ناخد شوي. شايفة كيف الرز مشغول وغرق بالمي، غرقان بالمي، لا مكسر ولا إشي ولا إشي، بجنن وبصراحة مفخرة. ولا أخفيكم الإشي الأصفر اللي أنتوا شايفينه أنا لونته بشوية زعفران. تمام، حطينا شوية زيت زيتي لأنه لحمة، إذا جاج حط زيت زيتون كتير أطيب. بصل مفروم ناعم، طنجرة فاضية على الغاز سلف، يعطيكي هيك تحميصة للبصل وطعم. يعني شوفي قديش النهفة هاي بسيطة أو هاي الخطوة، بس كتير بتغير بكل إشي من الشوربة. صباح الخير يا إخلاص. ألو، يسعد صباحك يا قلبي. أهلين يا قلبي، صباح العسل. الله يسلمك، الله أنت العسل، هذا الأكل تحفة تحفة. صباح الخير يا إخلاص. يسعد قلبك، شايف امبارح كيفت على ابنك جاب، اسم الله عليه. امبارح إيش؟ أنت بتجنني. آه حبيبتي الله يسعدك، أهلا وسهلا فيك يا أمر. حبيبتي الله يسعد صباحك، بحب دائما أصبح عليك. أنا شو بدي أحلى من هالصباح يا إخلاص، الله يديمك وأضل أسمع صوتك. أسمع صوتك وأشوفك. حبيبتي إن شاء الله بتشوفي السعادة قدامك دائما. أهلا وسهلا فيك يا أمر وصباحك سعيد. أي إشي شوربة دائما حطي خط الدفاع الأول للمحافظة على الجهاز الهضمي، صحة الجسم، جهاز التنفسي، الشباب اللي بتدخن، هاي الأشياء بتعقم بدون دواء. لحالها، فكان الدكاترة يضلوا يقولوا لنا بدك دواء ولا أعطيك إشي صحي وطبيعي. هذا الزنجبيل في كل أنواع الشوربات، قوي قلبك حطي معلقة كبيرة، بتبين ما بتبين بس طعم خرافي. بصل ثوم زنجبيل، هدول الثلاثة خط الدفاع الأول للمحافظة على صحة الجهاز الهضمي. صباح الخير يا رندا. رغدة. رغدة أهلا وسهلا. صباح الخير يا سلام. الله يسعد هالصباح الحلو. الله يسلمك، كيف بدك أخبارك؟ أنا منيحة، مشتاقة لك، من وين بتحكينا؟ من إربد. من إربد والله يا عمري. يا عيني يا عيني، أنا شو بدي أحلى من أهل إربد، دائما حظي بالشمالات حلو. الله يسلمك تسلم. أنا التقيت فيك من إربد مول حبيبتي. آه ستي؟ آه التقيت فيك من إربد مول. اهلا وسهلا فيكي، انا دائما بقول لك حصتي انتو وين ما اروح بشوفكم. الله يسعدك تسلمي حبيبتي. حبيبتي الله يسعدك. الله يسعدك ست رغدة، قولي لي. الله يسعدك تسلم وجيت على هالطرفات الزاكي حبيبتي. الله يسعدك ست الكل، اهلا وسهلا فيكي بكل وقت بخدمتكم الله جميعا. الله يعطيك العافيه بالبيت وبالاستديو، ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. هذا انت متابعه على الاخر يا رغدة. اه والله 24 ساعه حاط عليك ولو بس. جاد جاد ليش دايما مكسر؟ جاد ليش دايما مكسر بالتصوير؟ مش عارفة. خلي ولادكم يا رب حبيبتي القلب ويديمكم جميعا، وسلامي لأهل الشمالات جميعا والجنوب والشرق والغرب وكل حدا، كل واحد له بصمة في جميع أنحاء المملكة، لدرجة أنه أنا بطلت أقدر ما أروح على المحافظات كل أسبوع، كل أسبوع لازم. فالله يديمكم جميعا. حطينا توم وبصل زنجبيل خلصنا، هلأ بتحطي اللحمة معاهم، خليها تاخد النكهات صح، هاي اللحمة تاخد النكهة مزبوط، مش بس بهار، لحمة مفرومة خشنة بتحبي على السكين، بتحبي راس عصفور، بتحبي على الماكينة براحتك. إيش اللحمة؟ أنا صراحة جبت عجل بلدي، أكيد مش رح أحط خروف للشوربة، شوية عجل بلدي من المؤسسة العسكرية، هالشباب هناك طيبين وما شاء الله عنهم، يعني بسم الله ما شاء الله بجوز 4-5 على السريع على السريع، بقلب شغل بقلب خدمة سيرفيس إيش بدك بيعطيكي، يعني الله يقويهم هالشباب ما شاء الله عنهم. صباح الخير يا ست نجاح. صباحك بحالك أنا. أهلا يا ستي كيف حالك؟ الله بخير الله يرضى عليك.
اهلا يا قمر، قولي صباحك ورد. صبحك على جمال محمد عبد الله. الصوت كثير بعيد، ما عم بسمع منيح انا. بقولك بالصبح على جلالة الملك عبد الله. نعم، الله يسعدك ويسعد صباحك يا رب. حبيبتي يسعد صباحك، الصبحات الحلوة. حبيبتي القلب ست نجاح، من وين عم تحكينا؟ والله انا هسه في نعور زير بنت اختي. اهلا وسهلا فيك بكل وقت. اهلا وسهلا يا قمر وصباحك سعيد. حطيت اللحمة، أول ما يتغير لون اللحمة إحنا ما بنيها تستوي، هاي شوربة عشان تسقسق وتنزل لي كل الدهنة في المي. إذن بس تتغير لونها مباشرة حطي فليفلة وجزر مقطع مكعبات، وأنا ما صفيت المي قبل الهواء عشان ما أغشك. البصل البطاطا والجزر عشان يستوي بسرعة وما يغلبك، وبنفس الوقت يضل لونه حلو حطي عليه مي من الحنفية لمدة 15 دقائق. شايفة كيف صار لونها أورانج؟ فأنا عشان ما أغشك خليت المي. تمام؟ كمان البطاطا، البطاطا دايما بتكون بحجم الجزر أو أقل أو أصغر لأنها بتاخد مدة طهي أسرع. شوف المي كيف صارت عندي بيضة، هذا إيش؟ هذا نشا البطاطا. بس أنا بهالطريقة ما رح أخليها تخبص معاي بالشوربة، لو ضلت 3 أيام تتسخن في الثلاجة، يعني أحطها بالثلاجة وأرجع أسخن، أحط في الثلاجة وأرجع أسخن. فهاي الخطوات البسيطة مهمة جدا. هلأ إيش بدنا نسوي؟ اعملي لها سوتيه ونزلي عليها معلقتين كبار معجون طماطم، وحكينا عليك الشوربة الحمراء مش لازم يكون نكهة بندورة كتير قوية أبدا أبدا، هي بس مجرد ما هيها حطي المي عليها وخليها تستوي. هلأ إذا سلقتي المعكرونة بتحطي المعكرونة على الشوربة لما تستوي آخر 15 دقايق، تقلب معها قلبتين على الغاز فقط. إذا بدك تستوي معاهم بتحطيها نية. بدك الصح ولا مش الصح؟ أنا بفضل تسلقيها، وجبت أنا هاي النوعية. أسلقيها آخر إشي بس تستوي الشوربة بترشيها رش زي هيك، وبتخليها تقلب معها قلبي قلبتين على الغاز. ما بدك، بدك إياها تنطبخ معاها أوكي، بس بتزيد النشا وبتقل الشوربة بتحطيها نية. فهي آخر إشي، هاي هم بدي أحطهم هون عشان تشوفوهم، البقدونس والمعكرونة، هدول الصنفين أو هدول النوعين آخر 10 دقائق من الشوربة مهم. ما تحطيهم ببداية الطريق. بعدين رح نحط ملح وفلفل منقل كسيح وبهار مشكل. بس هاي هي الشوربة، رح نعتمد على نكهة زنجبيل ثوم بصل إلى آخره. بهار مشكل عشان لحمة، لو جاج حطي بهار جاج، فلفل أسود كتير زاكي معاها، معاي خضار بدها نكهة. وكمان رح أحط ملح من الكسيح معلقة اثنين، ليش؟ عشان الفلفل معاي ما توقع والبطاطا تضل شادة حالها ما تخبص. حركيهم على بعض وقولي بسم الله. خلينا نشوف الجاهزة. طلعي، مش بقولك وجبة ما بخلي أنا سائل كتير كتير مي، ما بخلي. شوفي حطفي الغاز، آخر إشي بتحطي المعكرونة والبقدونس، هيها نحركها. هاي طلعي شوفي الهاي، يعني أنا تقريبا المعكرونة سلقناها نص استوى، عشان هيك بقولك وجبة بتشهي. أقول لك حطي لك جنبها معلقة رز تقلب وجبة تانية كمان. فهيك بنكون أخذنا صنف من أصل صنف. بدنا نسكب الصحون هلأ، واخترت أنا اللون الأسود مختلف عن ألوان الشوربة لحتى يعطيني هاي الجماليات. بسم الله بالوسط، وجبة رئيسية بتشهي. وأنا أصريت هاليومين أعمل لكم شوربات، لأنه الشوربة مش بس لفصل الشتاء، قيمة غذائية حرام نحرم أولادنا منها. يلا رح نجيبها، نحط عليها شوية لوز محمص، والسلام ختام صحة وهنا وألف عافية. إشي بشهي، بس تجربوها رح تدعولي عليها، كتير زاكية. واللحمة إذا حطيتي خروف أوكي، بدك تحطي دهنة بصير، بس أنا بجيبها عجل نضل بالسيف سايد دائما. وهي شوية لوز حمص، شوية بقدونس مفروم، والسلام ختم.
وهيك بنكون خلصنا طبق الشوربة وصار جاهز، وفينا نسكبه بالصحن الكبير ونحطه على سفرتنا. شوفي قديش أنيق، ألوانه حلوة ومبهجة، وكمان إشي كتير مغذي وزاكي. بعدين يفضل دائما الشوربة تعمليها دائما على نار هادية عشان تاخد درجات استواء صحيحة. وهيك نكون وصلنا لنهاية الطريق اليوم. للأسف أنا ما بحب أودعكم، بالعكس دائما العقل والقلب عندكم، فديروا بالكم على حالكم دائما وكونوا بأمان الله. إن شاء الله بشوفكم على خير وسلامة غدا. إلى اللقاء.